الأخيرة طبعاً أشكر ولي الأمور السباحين اللي يعني في عندنا ولي أمور يجيبوا أولادهم للحمام السباحة. يا سلام، هذا تعاون منهم طبعاً. نشكر ولي أمور الأولاد ونشكر المسؤولين في الشباب وفي وزارة الإعلام. في نهاية هذا اللقاء نشكركم ونتمنى لكم التوفيق. غادر يوم 28 من أغسطس الماضي فريقنا القومي للشباب لكرة القدم. اي نعم، حددنا البطولة رح تكون على بطولتين، مو هي بطولة واحدة. أي. بطولة فردية وبطولة زوجية. في امكان اي نادي ممكن يشترك في بطولة فردية او زوجية او في بطولتين. في نهاية المباراة تفضل جلالة السلطان قابوس المعظم وسلم كابتن فريق النادي الأهلي كأس البطولة. لا شك أن لعبة كرة القدم هي حاليا مستحوذة تقريبا على كل الأنشطة الرياضية.